مرحبا بيكم. النهارده هنعمل نبيذ البلح. مكونات بسيطه موجوده عندنا في البيت. قبل ما ابدا بطلب من اللي مش مشتركين في القناه يشتركوا في القناه ويدعمونا. القناه لسه جديده ومحتاج دعمكم. نبدا بقى في عمل النبيذ. يبقى معانا 700 جرام بلح او تمر، في ناس بتقول عليه تمر، نص كيلو سكر، معلقة خميرة الخبز. أول حاجة هنقشر، هنشيل البذور من البلح ونكمل. يلا نبدأ. فيديو اقشر البلح ونكمل. بعد ما قشرنا التمر وشلنا البذر منه، اللي مش عايز يقشره ما يقشروش، مفيش مشكله، بس انا عشان هطحنه في الخلاط ممكن يتفرم في المفرمه بتاعت اللحمه او يتضرب في الخلاط، يتعمل في الخلاط. الاول بس هنحضر الخميره عشان بتاخد وقت. ميه دافية، دي سخنة، الميه دي سخنة، انا مش هحط الخميرة على طول، هبردها شوية. ميه دافية يعني مش سخنة. معلقة خميرة، خميرة الخبز، الخميرة اللي بيعملوا بيها الحلويات والكيكة والحاجات دي. ومعلقتين سكر. السكر ده من الشرب يا جماعة، يبقى سكر قصب مش بنجر. والبنجر شغال برضه، بس أهم القصب بيبقى أحسن. معلقتين سكر نقلبهم كويس. نحط معلقة خميرة، معلقة خميرة صغيرة. تمام، هنقلب كويس. ونغطيها ونسيبها تخمر لحد ما نخلص الشغل بتاعنا. هنفرم البلح. نحط له شوية مية سخنة عشان يبقى سهل في الفرن. الدوشة وبعدين ابقى اجيلكم. رجعت لكم بعد ما طحنت البلح. شايفين طبعا الطحن بيديك نتيجة افضل. لو عايز تعمله زي ما هو من غير طحن مفيش مشكلة، بس الطحن افضل. انا حطيت تقريبا حوالي نص لتر مية مع البلح وهو بيطحن عشان يسهل العملية. وهنحط لتر تاني مية، مية سخنة. هنحط لتر، يبقى كل المية اللي حطيناها لتر ونص. في ناس بتضيف قمح معاه، برضه مفيش مشكلة، بس أنا مش هضيف قمح. هو ليه كذا طريقة طبعا، بلح دي كذا. أي نبيذ بيتعمل
ليه اكتر من 30 40 طريقه، كل بلد بتعمل بطريقه مختلفه. تمام، وكلها صح والله. نضيف السكر، نص كيلو سكر، نقلب كويس. وغطيه وهستنى نص ساعة لحد ما المية ما تبرد. نص ساعة هستنى، نص ساعة لحد ما المية دي ما تبرد، أحط صابعي كده يبقى المية باردة. تمام، ونرجع تاني. أهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد نص ساعة. العصير بتاعنا بيغلي خلاص، هنضيف عليه طبعا الخميرة، برضو الخميرة خلاص تفاعلت واشتغلت اهي. وهي العصير بتاعنا فوائد التخمير. الحاجات كلها يا جماعة سهلة وبسيطة، الأزاز موجودة يعني مفيش حاجة هتقف عندها. وده القفل بتاع الهواء، ده قفل الهواء اللي هو دوت. لو هتركزوا كده هتلاقوا فيه فقاعات بتطلع من فوق هنا، ده ثاني أكسيد الكربون بيطلع، ما بيدخلش هواء، مفيش هواء بيخش، ما بتمنع الهواء. بعد ساعة بالظبط ده هيتفاعل برضه وهيبتدي يشتغل ثاني أكسيد الكربون، والتخمير هيشتغل وهيطلع من يعني ثاني أكسيد الكربون من فوق. ماشي يا جماعه، ده اسمه قفل هواء. انا في حلقه اعملها على عمود التخمير وقفل الهواء دوت، سهل جدا. حته خرطوم وازازتين، قطع ازازتين زي ما انتم شايفين كده، نعبي العصير بتاعنا. كل الحاجات موجوده يعني، مفيش حاجه ضعف عندها. عايز اقول لكم على حاجة بقى، لو هتعمل البلح زي ما هو من غير ما تطحنه، هتضطر بعد اسبوع او 6 ايام اسبوع لحد ما توقف الفقاعات دي، تصفي النبيذ بمصفى او بقماشة عشان خاطر الرواسب اللي هو القشور بقى وبتاع، والرواسب بتاعت البلح. لو اتقشره زي ما انا ما عملت مش محتاج ان انت تصفيه، هتبقى هي مرحله تخمير واحده بس. انا بعمل لكم اسهل طرق، اللي هي الحاجات اللي عشان اسهل عليكم الموضوع. هتعمل بالقشر طبعا، البذر كده كده اللي هو النوايا دي لازم تتشال، بس لو هتعمله بقشره هتصفي بعد 5 6 ايام اول ما الفقاعات دي توقف، هتصفيه وترجع تعبيه تاني في العبوه مرحلة تخمير تاني من 5 6 ايام تاني، يعني الموضوع كله من 10 ل 12 يوم حسب درجة الحرارة. تمام، انا دلوقتي قشرت القشرة فما عنديش رواسب تتصفى، البلح بس هو اللي شغال في الاخر خالص. اوريكم بعد ما نخلص ايه اللي هيحصل، الرواسب هتبقى تحت في الازازة ومفيش مشكلة، لكن هتعمل القشر هصفيه بعد ايه؟ بعد اسبوع. تمام، نعبي العصير فوائد التخمير، هعبيه وارجع لكم. طيب عشان الحلقة بعد ما عبينا العصير في التخمير هنقفلها بقفل الهواء. انتوا عارفين يا جماعة بتعمل ازاي، انا في حلقة عملتها لكم سهل جدا. هتحط الغطيين عكس بعض وتفرم على مقاس الخرطوم وتفوتهم سنتي بس، يخرج من الغطا سنتي خالص، سنتي او 2 سنتي يعني، يطلع من هنا كده. هديتني كده تقفل
تحطه من الحدين، الخرطوم لحدين وانطالي، انت تحط الحدين بس 3 سنتي وبغطس في المي 3 سنتي 4 سنتي. احنا مش هنحتاج نصفيه لان انا ايه شلت القشر منه. انت لو تعمله بالقشر بعد اسبوع او 6 ايام او تتوقف الفقاعات بتاعه ثاني الكربون اللي تخرج، اول ما توقف تصفيه وتعبيه تاني بعد كده في عبوه التخميره وتسيبه 5 ايام او 6 ايام تاني، يبقى الموضوع كله 12 يوم. لو قعد 15 يوم مفيش مشكله يبقى احسن. تمام، ده كده بالظبط هنسيبه 12 يوم. هو بعد 6 ايام هو ساعه بالظبط وهيبتدي التخمير يشتغل. انا عشان وقت بس الحلقه مش عايز استنى واجيب لكم بقى والفقاعات بتطلع هي تبقى كده. انتوا واخدين اللي بالكم ولا مش واخدين اللي بالكم؟ ثانيه واحده عشان تشوفوها غلط احسن. شايفين بعد ساعه الفقاعات تطلع كده من البابا. ده نبيز الموز هعمله لكم الحلقه الجايه ان شاء الله. بس انا نسيت حاجه معلش، القرنفل نسيت حاجه معلش. القرنفل 3 أو 4 حبات قرنفل، قرنفل 3 حبات قرنفل او 4. عايز تحط قرفة خشب، تحط قرفة خشب بيبقى كويس برضه، بس انا عشان ما بحبش القرفة ما بحطش قرفة. عايز تحط حبهان مفيش مشكلة برضه، بيدي ريحة كويسة وطعم كويس. القرنفل ده بيخلي ريحته جميلة يعني. نرجع نقفل تاني بعد ساعة الخميرة هتنشط ويبتدي الخميرة تاكل السكر ينتج من خلال عملية ثاني أكسيد الكربون يطلع. تمام يا جماعة، أرجع لكم بقى بعد 10 أو 12 يوم يكون النبيذ كامل. تمام، اجيلكم بعد 10 ايام ان شاء الله. اهلا بكم، رجعنا لكم مره تانية بعد 12 يوم. دلوقتي النبيذ جاهز للشرب زي ما قلت لكم، الرواسب تحت اهي الرواسب، مفيش قشور طبعا. تمام، نسبة كحول من 10 لـ12%. هنقله دلوقتي على الأزاز بتاع التخزين. النبيذ بيوصل درجة الكحول من 16 لـ18% لو اتخزن لمدة من 20 لشهر، من 20 يوم لشهر. نسبة الكحول بترتفع من 16 لـ18%. هننقل النبيذ واحنا بننقل من عبود التخمير الازازه بتاعت التخزين. نخلي بالنا عشان الرواسب ما تطلعش، نسحب بخرطوم او هتعبي يبقى على مهلك عشان الرواسب ما تطلعش زي في الازازه. ويا ريت تصفيه كمان بيبقى قماشه ويبقى احسن عشان ما فيش رواسب خالص زي في الازازه. تمام، هنقل النبيذ في ازازة التخزين وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما عبينا النبيذ في ازازة التخزين، هو كده جاهز للشرب.
نسبة كحول من 10 ل 12% زي ما قلنا. صحتكم جميل رائع. خلاص يا جماعة شايف لونه جميل ازاي. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي عليكم على كل الاسئلة. اي حد عنده مشكلة في اي حاجة من الحاجات اللي اشتغلنا بيها دي يقول لي وانا اقول له يجيب ايه مكانها. قبل ما اقول لكم مع السلامة متنسوش تدعم القناة، واللي مش مشترك يشترك وشير والضغط على الجرس عشان يجيبكم كل جديد. الحلقة الجاية انتظروني على سيرة نبيذ الجوافة أو نبيذ الموز.